بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دائما مع الوصفات الطبيعية بمكونات من المطبخ تكون متوفرة عند الجميع. وصفة اليوم مكونة من كريم البقدونس، وكذلك غسول البقدونس، وكذلك زيت البقدونس، وهذا تلبية لرغبات الكثيرات من مشتركات قناتي بوصفة تكون متكاملة بالبقدونس، وهو رائع جدا للبشرة. سبق ووضعت عليه فيديو بالقناة وتكلمت عن كل فوائده القيمة لبشرتنا وحتى للشعر. توجد به عدة وصفات في القناة لتطويل الشعر وتكثيفه وحتى إيقاف التساقط. البقدونس أو بما يسمى بالمعدنوس، نأخذ حزمة كاملة من البقدونس، نقوم بغسله جيدا وتقطيره، ونأخذ الخلاط الكهربائي ونضع كل الكمية في الخلاط مع كأس من الماء. كل هذه الكمية مع الأغصان، ونسكب عليها مباشرة كأس من الماء، ونخلط جيدا حتى الحصول على عصير البقدونس، ثم مباشرة نقوم بتصفيته. نصفيه جيدا. أما باقي البقدونس لا ترميه، ضعيه بكميات متساوية مع زبادي طبيعي أو روبا أو اليوغرت طبيعي دانون مسوس، وضعيه كماسك على بشرة الوجه لمدة نصف ساعة، وبعدها قومي بغسله. كما يمكنك كذلك عمله كمقشر للبشرة. أن نأخذ ملعقة طعام كبيرة من باقي البقدونس مع ملعقة طعام كبيرة من الشوفان مع ملعقة طعام كبيرة من السكر البني أو السكر الأبيض أو حتى مجروش جوز الهند، وبعدها استخدميه كمقشر على البشرة. لا نرمي، قلت، باقي البقدونس، فوائده كثيرة جدا، ونتحصل على عصير البقدونس لعمل الكريم والغسول. نأخذ نصف كوب من عصير البقدونس ونضيف عليه نصف ملعقة طعام من نشا الذرة أو الكورن فلاور. نشا الذرة مايزينا كورن فلاور. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. صاحبات البشرة الحساسة من نشا الذرة يمكن استبدال نشا الذرة هنا بنشا الأرز أو نشا البطاطا، أو يمكن كذلك طحن الشوفان على شكل بودرة واستخدامه في هذه الوصفة. فقط نضاعف كمية الشوفان، بدل نصف الملعقة نضع ملعقة طعام كبيرة. بالنسبة لصاحبات البشرة الدهنية أنصح بإضافة ملعقة شاي صغيرة من عصير الليمون لهذه الوصفة. نخلط جيدا، ثم نضع هذا الخليط على نار هادئة جدا أو على حمام مائي حتى نتحصل على كريم البقدونس. ونتحصل على كريم البقدونس، نضيف عليه ملعقة شاي صغيرة من زيت الزيتون. غير متوفر عندك زيت الزيتون، يمكن إضافة زيت اللوز الحلو أو زيت الأرغان أو أي نوع زيت موجود عندك في البيت وتستخدمينه لبشرتك. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. يمكننا إضافة كبسولة فيتامين إي لهذه الكريمة،
وكذلك كبسولة الأوميغا 3، كذلك يمكننا إضافة كبسولة أوميغا 3 لهذه الوصفة. ثم يحفظ الكريم في برطمان، ويفضل أن يكون هذا البرطمان من زجاج. إذا كانت متوفرة عندك نبتة الألوفيرا طبيعية، يمكن إضافة ملعقة طعام كبيرة من نبتة الألوفيرا أو حتى الألوفيرا المتوفرة عند الصيدلية، كذلك يمكن إضافتها. صلاحية هذا الكريم أسبوع كامل في الثلاجة بدون فيتامين. إذا قمت بعمل إضافة الفيتامين لهذه الوصفة، صلاحيتها تدوم لمدة 10 أيام كاملة، ولكن يجب أن تحفظ في الثلاجة. يوزع هذا الكريم على بشرة نظيفة من أسفل إلى أعلى، دائما بداية بالرقبة، ولا ننسى دائما منطقة حول العيون. هذه الوصفة ممتازة لإزالة الهالات السوداء وكذلك التجاعيد حول العيون. يوزع على كامل البشرة، نتركه لمدة نصف ساعة، وبعدها نقوم بغسله بماء فاتر ثم الماء البارد لغلق المسامات. يمكن استخدام هذا الكريم ليلا قبل النوم وتركه حتى الصباح حسب الرغبة وحسب ظروفك أنت. وهذا الكريم استخدامه يكون بشكل يومي، والنتائج تبدأ في الظهور من أول 3 أيام لاستخدامك لهذه الوصفة. يمكنك استخدامه صباحا ومساء لإزالة الهالات السوداء وتجاعيد حول العيون، وكذلك لتفتيح البشرة. هذا الكريم آمن للحوامل والمرضعات، وحتى الرجال يمكنهم استخدامه، وكذلك البنات من عمر 10 سنوات فما فوق يمكن استخدامه وبكل أمان. الوصفة الثانية هي غسول البقدونس، رائع غسول البقدونس. يمكنك عمله مع هذه الوصفة وغسل البشرة به بعد استخدامك هذا الكريم أو قبل حسب رغبتك. نأخذ صابون جليسرين، يمكن استخدام صابون دوف أو أي نوع صابون متوفر عندك في البيت. هذه الوصفة كذلك يمكننا هذا الغسول عفوا يمكننا كذلك عمله بصابون الكف أو صابون الطرف عندنا، رائعة جدا خاصة لمن تعاني بشرتها من حب الشباب. أنصحها بعمل هذا الغسول بصابون الطرف عندنا، أو كذلك بما يسمى في الدول العربية الأخرى بصابون الوزير أو صابون الرغي. نأخذ مقدار ملعقة طعام كبيرة من مبشور قلت صابون الجليسرين، وحسب رغبتك في تنويع الصابون نأخذ مقدار ملعقة طعام كبيرة. خذي أي قارورة متوفرة عندك في البيت ونضع بها الصابون. بهذه الطريقة نملأ الصابون مقدار قلت ملعقة طعام كبيرة، ثم نضيف كوب من عصير البقدونس المتبقي لنا. نضيف الكوب، إذا كانت بشرتك جافة جدا أنصح بإضافة ملعقة شاي صغيرة من الجليسرين، جليسرين طبي أو زيت الجليسرين لهذا الغسول، وبعدها نقوم برج القارورة جيدا إلى أن يذوب الصابون نهائيا. يمكنك عمل صابونة البقدونس، طريقة العمل موجودة في القناة،
الفيديو موجود في القناة لعمل صابونة البقدونس. هذا غسول البقدونس تلبية لرغبات الكثيرات من مشتركات القناة. نرش جيدا إلى أن يذوب نهائيا، ونتحصل على غسول البقدونس وهو صالح لجميع أنواع البشرة. فقط اختاري نوع الصابون المناسب لنوع بشرتك. صلاحيته تدوم لمدة أسبوعين كاملين في الثلاجة. يجب وضعه في الثلاجة وأخذ فقط الكمية التي نستخدمها كل يوم. هذا الغسول كذلك صالح للحوامل والمرضعات وكذلك الرجال وحتى الأطفال الصغار يمكنهم استخدام غسول البقدونس، ولكن أنصح بعمله بصابونة الأطفال المخصصة لديهم. ونقوم الآن بعمل زيت البقدونس. يمكنك كذلك عمله مع هذه الوصفة لترطيب بشرتك، هو فعال ونتائجه ممتازة. نأخذ البقدونس، طبعا هنا البقدونس يكون مغسول من قبل ومجفف جيدا. حاولي تجفيفه جيدا، إذا لم يتم تجفيفه جيدا فالزيت هنا يفسد معك. نأخذ كمية نضعها في أي برطمان ونغمرها بزيت الذرة. غير متوفر عندك زيت الذرة، يمكنك عمل زيت الطبخ المتوفر عندك في المطبخ، أو زيت لوز حلو، أو يمكن كذلك عمله بزيت الزيتون. ولكن هنا إن استخدمت زيت الزيتون فالترطيب به يكون فقط في الليل. نضعه على حمام مائي. الحمام المائي هو أن يكون برضو وعاء على النار به ماء يغلي، ونضع عليه الوعاء لمدة ساعتين كاملتين، وبعدها نغلق على الإناء ونضعه في مكان جاف ومظلم لمدة أسبوع كامل دون أن نصفيه. نستخدمه في ترطيب البشرة وكذلك مفيد لتطويل الشعر وتكثيفه. صلاحية الزيت تدوم لمدة 3 أشهر. يمكنك كذلك إضافة كبسولة فيتامين إي لهذا الزيت لنتائج أفضل. هو كذلك آمن للحوامل والمرضعات والأطفال الصغار. يمكن استخدام زيت البقدونس كدهان للشعر، ممتاز لتطويل شعر الأطفال. كذلك مدة صلاحيته إذا استخدمتيه للشعر 3 أشهر. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.